بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن التجربة التي أجرتها بلاده مساء الجمعة على صاروخ باليستي عابر للقارات أثبتت أن الأراضي الأمريكية باتت في مرمى قوته العسكرية، ووصف كيم التجربة بالتحذير الشديد للولايات المتحدة وأن بلاده برهنت أنها أصبحت قادرة على شن هجوم صاروخي مفاجئ. هذا وأجرت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تدريبات مشتركة ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستي. كشف مسؤولون أمنيون أن نحو 7000 مقاتل من داعش ما يزالون في العراق و10000 آخرين يتواجدون على الأراضي السورية. وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قد حذر في وقت سابق من أن المعركة ضد داعش في العراق لم تنتهي بعد. قالت مصادر ميدانية يمنية إن قوات الشرعية تمكنت من تأمين الجبال والمناطق المجاورة لمعسكر خالد في مدينة تعز وتأمين مساحة واسعة على امتداد طريق تعز الحديدة لمنع أي اختراقات لميليشيات الحوثي وصالح. كما تمكنت قوات الشرعية من إحباط 3 محاولات تسلل للمتمردين إلى مواقع محيطة بالمعسكر. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 6 شركات إيرانية تقول واشنطن إنها ذات صلة ببرنامج طهران بتطوير الصواريخ الباليستية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ذلك جاء رداً على ما وصفته بتصرفات استفزازية من قبل إيران، بما في ذلك إطلاقها أمس الأول صاروخاً يمكنه وضع قمر صناعي في المدار حول الأرض. هذا وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستواصل التصدي للتهديد الذي تمثله طهران لمنطقة الشرق الأوسط. اكتشف علماء في تشيلي جزيئات من زهور في القطب الجنوبي يمكن استخدامها في منتجات الكريم الواقية من أشعة الشمس الضارة. وأكد باحثون في جامعة سانتياغو أن نوعين من نباتات القارة القطبية الجنوبية بإمكانهما تحمل مستويات مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية. بدأ موقع تويتر بتجربة خدمة جديدة تقوم على توسيع نطاق انتشار تغريدات مستخدميه عبر دفع اشتراكات شهرية. ووفقاً لتقارير متخصصة فإن الاشتراك الشهري البالغ 99 دولاراً سيمنح المستخدم إمكانية وصول تغريداته إلى المستخدمين الذين لا يتابعون حسابه. إلى اللقاء.